انت ببيتي؟ شو هالوقاحة؟ اطلعي لبرا! ما كان لازم تفتحي للباب وتستقبلها. ليه بعدك واقفة؟ قلتلك لبرا، يلا اطلعي لبرا! طالعة لبرا، مش جاية اسكن عندك أكيد. جاية أقلك إنه كل شيء له حدود، وصار لازم تعرفوا حدودكم. كرامات الناس ما بدها نسى الخيانة. الخيانة يا فادي، الخيانة يا زينة، ما بدها نسى إلا أصحابها. هذا الحكي نحن ما خصنا فيه أبدا. ست البيت ما حق تقلك برا. أنت فتحت لها الباب، تفضل طلعها. أنا فتحت الباب لحتى أشوف مين، فاتت حتى من دون ما تطلب إذن. طق الحنك ما رح يفيدكم بشي. التهمة اللي حملتوني إياها أنا ورانيا كتير خطيرة وكتير كبيرة. أنت يلي عم بتقولي كلام كبير وخطير. نحن ما خصنا بشي. أنا لساني دافي وزينة مثلي، نحن ما بنتشكى على حدا. الضابط سمح لها توصل على باب الحبس وتاخد خيا. يعني بصراحة أنت وزينة صرتوا مثل الخاتم بإيد الضابط. هيدي التهمة باطلة. عم بأكد ما بتهم. انتبهوا منيح، صرتوا مكشوفين للضيعة كلها، مكشوفين ومعروفين. كل الأغلاط ممكن تتسامحوا عليها إلا الخيانة والغدر. ما كان في شي بأثر عليها، وأخيرا انحبست، انزلت وانجرحت كرامتها. هيدا الشي اللي كان بدي إياه. أول مرة بنتصر عليها وبهز مشاعرها، أول مرة بشفي غليلة منها. ما بكفي يا فادي، ما بكفي. لازم نحط لها راسها بالأرض، بالوحل، بالتراب. أنا ما بيشفي لي غليلة إلا ما أشوفها عم تلفظ النفس ورا النفس، حتى النفس الأخير. إذا أنت بعده مسموم بدنك من نسرين، أنا بعدني عم برجف منها. بعد ما قصنا وحدة مثل هيدي تعطينا دروس بالوطنية. مش الحق عليها، الحق علينا نحن. كان لازم نشحطها قبل ما تفتح تمها ونكبها برا مثل الكلبة. قال صرنا مكشوفين قدام أهل الضيعة، كأنه فارق معنا هيك ناس وهيك ضيعة. لك شو ما عملنا فيهم قليل عليهم قليل. لما بتقلنا انتبهوا منيح يعني عم بتهددنا. كل الأغلاط بتتسامحوا عليها إلا الغدر والخيانة. بفهم من كلامها أنه ناوية تتفق مع حدا من هالمجرمين وتقتلنا؟ فشرت، فشرت هي وياهم قبل ما ينزل شعرها من راسنا. بيكون نزل 100 قتيل منهم. نسرين ما رح تموت إلا عإيدي، وكل كلمة قالتها عن الضابط رح وصلوا إياها. بدي أشوف شو رح يطلع منه ومن رانيا ومن المختار ومن كل يلي وراهم. شوفي يا زينة، أنا من الناس يلي ما بيحبوا تبويس الأيدي، بس وقت الضرورة ببوس إيد لخلي الكل يبوسوا إيدي. بس هالمرة لخليوني يبوسوا إجري قبل إجري. حتى إجري طويلة على رقبتهم لخليوني يبوسوها. برأيي نلعب معها نفس اللعبة يلي هي عم تلعبها معنا. أي لعبة منهم؟ ما كل تصرفاتها معنا من تحت لتحت. ما بتحكينا إلا بالشرف والوطنية، وعملي حالة ضحية ومستعدة تستشهد كرمال أهل الضيعة والثوار. ما هاي هي اللعبة اللي بدنا نلعبها معها. هي بتحكي عن الوطنية وعن الشرف وعن التضحية، ونحن بنحكي معها عن فوائد الجيش الفرنسي على أرضنا. قد ايه ممكن على المدى البعيد يكون مفيد للوطن وللشعب. هيدي بدها تقدر وتقتنع وتفهم انه نحن بدنا مصلحة اهل الضيعة ومصلحة الناس. يا حبيبي هيدي مبسوطة بحالة، عاملة مناضلة وبطلة وعاملة لحالة قيمة. اذا اقتنعت بوجهة نظرنا ما بيعود إلى دور. على القليل نقنعها انه نحن كمان مناضلين، وانه كل واحد منا وطنيا عنده وجهات نظر مختلفة. وليلا نقنعها إلا بالاول اقنع اهل الضيعة بهالخبرية، وأولن المختار حاج يضل لحقها وشو ما عملت يزقف لها. خلينا على الضابط حبيبي، وبلا نظرية ما إلها طعمة. أنا شايف هالضابط شو ما قلنا له بوافق. ننطره ليتحرك ويعمل شي، وعلى الوعد يا كمون. ما في شي إلا تفتيش وحواجز، تفتيش وحواجز. أنا شايف العكس، حس إنه عم بيحضر لشي، لأنه مش معقول كل الحكي اللي حكيناه عليها يمرق معه مرور الكرام. انطر وشوف. ننطر ونشوف.